كان بيحب الرياضة جدا وكان فارس. شيخ الرياضة ونصيره. أصغر باشا يحصل على هذا اللقب. أصغر وزير يتولى حقيبة وزارية في مصر. كان بيضع سياسة التعليم العالي في مصر. بيحب الشعر وبيحب اللغة العربية جدا. علامة بارزة في تاريخ الرياضة المصرية. عمل حركة مصرية وتقاوم الاحتلال. حدث موقف مشيد. خاض النادي الأهلي حرب شرسة جدا. لم الموضوع عشان ما تبقاش فضيحة كبيرة. صارت الصحافة ورفض نقل الأهلي من الجزيرة. إدارة الأهلي ما اهتزتش. من كبار رموز المؤسسين. كان أفضل تجسيد لشخصية النادي الأهلي. جعفر ولي باشا الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.